رحل عن عالمنا في الساعات الماضية الفنان والمخرج المصري الشهير عبد الحميد أبو المجد بعد صراع مع المرض وبعد مسيرة طويلة من الأعمال المميزة. وقد أعلن الخبر الفنان الشاب شريف إدريس ونعاه عبر حسابه بالفيسبوك وقال: الصديق العزيز عبد الحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع خبر الوفاة ودعوا له بالرحمة والمغفرة ووصفوا أعماله بالمميزة التي ستبقى خالدة. المخرج الراحل عبد الحميد أبو المجد من مواليد محافظة السويس، ودرس في الثانوية الأزهرية، وبعدها درس في أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية. وأخرج عبد الحميد أبو المجد العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها على الإطلاق الجزء السادس من مسلسل يوميات ونيس، والذي حقق نجاحا كبيرا من بطولة الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الراحلة سعاد نصر. وإلى جانب مسلسل يوميات ونيس، أخرج أيضا عدد من الأعمال الأخرى المتميزة مثل مسلسل عايش في الغيبوبة ومسلسل أحلام العنكبوت ومسلسل العيال اتجننت وغيرها من الأعمال. وشارك أيضا كمخرج مساعد في عدد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها المال والبنون واللص والكلاب وألف ليلة وليلة وقلب ميت وغيرها من المسلسلات. وقد ضم أرشيفه الفني أكثر من 15 عملا تقريبا كمخرج مساعد أو مخرج منفذ. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.